أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هذا السائل: خرجت الآن في الأسواق أقراص سي دي للكمبيوتر مخصصة للأطفال، ليس بها صور كرتون وإنما هي أفلام فيديو من حيوانات وطيور وغير ذلك. والسؤال: هل صور الحيوانات والطيور في الفيديو جائزة شرعا أم لها حكم الصور؟ هي صور متحركة، صور متحركة أحد من الصور الثابتة، وهم يحاولون تربية الأطفال على هذه المشاهد، وربما يدخلها أعمال مدسوسة لتغيير أخلاق الأطفال وعقائد الأطفال، فلا يجوز شراء هذه الأقراص ولا إدخالها على الأطفال، يجب منعها، يجب إنكارها. هم يحاولون، إذا منعوا من طريق رجعوا من طريق آخر، وقصدهم تربية أطفال المسلمين على هذه المشاهد وعلى هذه الأمور التي يروجونها، وقد يروجون عقائدهم ويروجون أمور عباداتهم بطرق بهذه الطريقة، طريق هذه الأقراص أو هذه المعروضات على الأطفال. يقولون الناس هذه ألعاب يتساهلون فيها، يسمونها ألعاب تسلية، ويقصدون بها أغراضا سيئة.